كيفاش انت يا مدرب مهما يكون اسمه ياخذ البطوله ينحيوها؟ كيفاش انت فريق بطل الجزائر هكذا ينتدب 14 لاعب عادي؟ شفتها عادي؟ صحيح ماهيش عادي. اسمع ماهيش عادي، ماشي خروقات، كاين ناس وراء الستار هما اللي يمشيو كلش. خليني دوك هذا بالحاج بالك مسكين بالك ما على بالوش، وشرف الدين عماره راهو بعيد، هو رئيس المجمع بالك يديو له اخبار مغلوطه. دوك تقول لي انت يا كاين خروقات ماليه، كاين خروقات ماليه باسكو هاد الناس هادو كان جاو دراهمهم ما يديروش هاد الشيء. صحيح ماشي دراهمهم، هادو دراهم الدوله ودراهم الشعب هكذا. دونك واش يديروا؟ يتلاعبوا يتلاعبوا. وانا قلت لك كيفاش انت فريق بطل الجزائر اللي عده مرات قلت له ينتدب 14 15 لاعب، انا عندي ماشي 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 نورمال. كيفاش انت فريق بطل ينتدب مدرب وكل طاقم فني يمشي؟ كيفاش انت يا تسرح لاعبين؟ انا على بالي نهضر، انا مش نهضر لك هايدك، انا عندي الاوراق. كيفاش انت لاعب؟ نورنا شيخ اسمح لي. كيفاش انت لاعب لاعب ما يمتش؟ اسمع ما يمتلكش مردود هيدا باسكو انت كي تجي كاين ان كونترا غانيون غانيون، انا نربح وانت تربح بالضبط يا اخي هكذا. صح زيد هاد الدراهم هادو ماشي دراهمك، ماشي دراهمك باش تصرف فيهم كيما تحب هكذا. صح كيفاش انت يا اللاعب ما يمدلكش لوندومون يلعب لك 20 دقيقه في موسم ولا في موسمين باقي في الفريق، وكي يجي يريح زيد تعطيلو دراهم؟ انا عمري شفت اخويا سي مصطفى اسمح لي هو تبرير في هذه النقطه.